تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي سبورت، حلقه اليوم نتكلم فيها عن الخبر اللي غطى كل اخبار العالم، ليونيل ميسي يطلب الرحيل رسميا من برشلونه. في هذه الحلقه حنتكلم عن خمس محاور عشان نشمل القصه الكامله، المحور الاول الفاكس، المحور الثاني اسباب الرحيل، المحور الثالث كيف بتفكر اداره برشلونه، المحور الرابع في امل لبقائه ولا لا، والمحور الخامس وين حيروح؟ نبدا بالمحور الاول محور الفاكس. في بعض الناس وصفوها بقلة الاحترام ومش هيك بتطلع أو لا فعليا لازم نوضح فكرة الفاكس هي فكرة قانونية لأنه ميسي كان متوقع يصير خلافات قانونية فميسي بده يثبت تاريخ الطلب بده يثبت أنه ودى هذا الشيء مكتوب الآن ميسي طلب الرحيل كما تبدو من الأخبار من بارتوميو خلال الأسبوع الماضي كان في تواصل وكان واضح بموقفه أيضا حكى هذا الكلام لكومان إذا عمل الطريقة الطبيعية يتكلم مع الناس حكى أنا بدي أطلع بس لما شعر انه اداره برشلونه ممكن تعقل الامور وتفكر بقضاء ومحاكم بعث الفاكس كاثبات حاله قانونيه فالمساله ما لها علاقه بقله الاحترام المساله لها علاقه بالقانون فقط ننتقل لاسباب رحيل ميسي كثير في ناس ممكن تتكلم وتقول إيه لغياب المشروع الرياضي لغياب الطموح لغياب النجاح لا ابدا ميسي هو المشروع الرياضي ميسي هو مشروع برشلونه الرياضي هذا بدايه ثانيا ميسي مش فارقه معاه شو بده يصير بعد ثلاث سنين ميسي بعقله انا 21 22 طالع على الاكثر فانا عشان افكر بدي افكر سنه بسنه وعشان هيك كان التفكير في بيانيتش بدل ارثر في البدايه انه ميسي سنه سنتين ميسي هو المشروع وميسي بعد ذلك مش فارقه معاه بعد اربع خمس سنين كلعيب الان هو طبعا حيضل مع برشلونه ويحب برشلونه لكن على السنه والسنتين هذا مش فارقه مع المشروع ميسي اللي طلعه من برشلونه قله الاحترام قله الاحترام لميسي في اكثر من موقف لما كانوا كل اللاعبين وبقيادة ميسي بدهم فالفيردي لكن والله عشان خسارة سوبر ولأول مرة في التاريخ من قال مدرب لأنه خسر السوبر من بارتوميو لأنه هيك حس السوشيال ميديا بدها بصراحة وهون انا اصلا بلوم كثير جزء من جمهور برشلونه على سبب رحيل ميسي لانه هم اللي عملوا ضغط كثير على مدرب خسران سوبر متصدر الدوري لعند ما اقيل كرته حلوه مش حلوه هذا ايضا ما بهم الجيل الحالي من اللاعبين الكبار في العمر في برشلونه بحاولوا يخلصوا الموسم بافضل شكل ممكن هذا اول قله احترام قله احترام لما نشر جريزمان وهو قال لا قله احترام لما تبين انه في شركات هاجمته بتنسيق وتمويل من افراد من اداره برشلونه قله احترام مع الموقف مع ابيدال اللي استمر لاخر لحظه رغم صدامه مع ميسي قلة احترام اللي صار مع ارثر، قلة احترام اللي صار مع راكيتيتش، قلة احترام اللي صار مع سواريز، نعم في لعيبه بتطلع بس مش على التليفون يلا بديش اياك وسكر الخط سواريز هذا قدم لك كثير مش زي راكيتش تلف على اي واحد تاخذ هذا تاخذ هذا يعني في طرق اكثر احتراما فلما انت كلاعب زي الموظف تخيل انت موظف بشركه زميلك زميلك اعطى الشركه سبع سنين بشكل رائع بلش ينزل مستواه ما تشوف واحد يقول له اطلع برا انت وانت بتعطي بصير تفكر طب ما انا بكره حيقل مستواي حيجي واحد يقول لي اطلع برا فبقل عطائك، بقل انتمائك، ومن تجربتي بالشركات اللي اشتغلت فيها وبالاعلام تحديدا، الشركات اللي بتمشي كثير ناس الولاء فيها زيرو. وهذا هي الطبيعي لانه تبلش تحس انه فيش ولاء، فيش امان، فنفس الشيء هذا التعامل اللي فيه قله احترام مع كل حد، هذا السبب الرئيسي، لا مشروع ولا كومان ولا فيردي، المفهوم الاكبر قله الاحترام اللي تميزت فيه هذه الاداره. ننتقل للمحور الثالث، كيف بتفكر اداره برشلونه؟ إدارة برشلونة هي إدارة بنك نادي برشلونة حرفيا. إدارة برشلونة هذا اللي بصير في الملعب مش كثير بعنيها هي بتشوف ردود الفعل على السوشيال ميديا، بدهم فلان بنجيبه، إيه بدهم كذا بنشتري، بدنا كذا بجيب لنا فلوس بنعمل، بنك، بنك، بنك وعلاقات عامة فقط. ما بديروا رياضة، ما بيهتموا بالرياضة، ما بيهتموا بكرة القدم، هذا لازم نتفق عليه. هذه الإدارة أنا أعتقد إنها سعيدة بطلب ميسي الرحيل. سعيدة عشان في كورونا سنة وممكن سنتين لأن يعني الجمهور يرجع مية في المية إضافيات غير العشرين أه والله راتبه عالي وإذا قدر يجيب لنا مبلغ كويس ليش لا طبعا 222 مليون يورو و700 مليون يورو هذا ينتسى الآن ما في حدا معاه هذا الكاش ومع عمر ميسي شبه مستحيلة إذا هم حيدور على مبلغ ويخلصوا من راتب ميسي راتب ميسي عالي جدا يخلصوا منه حيكونوا مبسوطين وبنفس الوقت بدهم مبلغ عشان يخزنوا ويظبطوا حساباتهم الماليه هاي الاداره كل اللي بهمها الرقم النهائي اخر الحسابات الماليه والميزانيه صفر خساره مثلا اذا حققوا صفر خساره في زمن كورونا هذول حيكونوا عباقره الرياضه حتى ولو ثمنه كان رحيل ميسي هذه الاداره لا تقدر ميسي من اول ما اجت يعني اذكر تصريح شهير لميسي في 2014 كان مو بنفس الشله يعني سواء هو او روسيل بارتوميو او روسيل يتكلم وقال لا تدار الأندية كشركات ويبدو أن بارتوميو ما سمع هذا الكلام وما سمعش كلمة لا فأدار الأندية كبزنس مية في المية وهذا الشيء طبيعي أنه واحد أعطاك كثير وإنت بتعامله ببزنس أنه لا سوري أنا حترك تتمنش المشاعر والفلوس بالتقبش هذا باختصار الإدارة برشلونة مش فارقة معها وأصلا ما حدش يعني, يعني مسألة العار لبارتوميو أنا أصلا يعني نفسي يستقيل صراحة بس مسألة العار مش هتفرق معاه ليش مش حتفرق معاه؟ لسبب بسيط انه اكل اثنين ريمونتادا تاريخيات، اكل التمانية بسببه، شو ضل عار اكثر من اللي عمله؟ او اللي جاب بتاريخه، لا خالص وقفت على ميسي يلا معه، ما ضل شيء. ننتقل للشيء الرابع، هل في امل ميسي ضل؟ في امل واحد وبصراحه. يطلع بارتوميو يستقيل رسميا في مؤتمر صحفي. انا مستقيل عشان ميسي ضل ونقطه. مش يسرب اخبار زي ما حاول يعمل امبارح، لا، يطلع يستقيل رسمي في مؤتمر صحفي. وبس ويروح. هون ميسي حتصير الضغوط عليه اه ميسي القى الكره في ملعب اداره برشلونه الان بس لو استقال بارتوميو الجمهور كله حيروح على ميسي ميسي طلع اللي قليل الاحترام لك طلع اللي عمل المشاكل كلها طلع الان اثبت انك بتحب برشلونه الحل الوحيد عشان يضل ميسي نظريا حتى اللحظه اداره برشلونه بتكون مجنونه طبعا لو قررت تقول له بديش ابيعك وبدنا ندخل المعارك قانونيه على عقدك يعني قله احترام اوفر وبتدمر كل شيء اسمه علاقه بين برشلونه وميسي وحيكرهوا ناس من جماهير برشلونه وميسي عشان الماكينه الاعلاميه حتبلش تشتغل ما حدش يقول لي ما حدش حيكره لا حيكرههم امبارح بلشنا نسمع ناس يقولوا ليس هناك نادي لاعب اكبر من النادي ونادي بلشت تطلع هاي الكلمات ونحن نحب برشلونه لا نحب ميسي والكلام هذا تطلع الماكينه الاعلاميه تلعب بروس الناس ف هذا الموقف بستبعده لانه موقف مجنون جدا يعني حيكونوا ختموا الجنون اداره برشلونه بس الحل الوحيد زي ما حكيت انه ميسي يشعر انه الجمهور بيقول له ضل ضل لانه مسؤوليتك الان تضل مش ضل لانه بنحبك ما ضل لانه الان تثبت انك بتحب برشلونه وهذا الشيء بيصير لما بارتوميو يستقيل اعتقد ما في حل اخر غير ذلك يعني وقبل ما انتقل للمحور الخامس بتذكر مقال كتبته قبل شهرين ثلاثه بعد ما حضرنا فيلم ذا لاست دانس تاع مايكل جوردان وتكلمت فيه انه هل يرقص ميسي رقصته الاخيره؟ وربطت الاحداث اللي صارت مع مايكل جوردن اسطوره كره السله رقم واحد في التاريخ مع ليونيل ميسي اسطوره كره القدم رقم واحد في التاريخ بالنسبه لكثيرين. لما ربطتها قلت ما فيش اسوء من انك تعطي فريق وادارته اللي ما بتعملش شيء تقريبا في الملعب هي ممكن اداره ماليه شاطره، اداره تسويقيه شاطره، تبلش تطفشك، تبلش تتدخل، تبلش تغار منك. هون بالاخير انت بتزهق وبتطلع. ناس كثير اعترضت على مقالي وقتها لكن اعتقد انه ميسي للاسف ربما رقص رقصته الاخيره. ننتقل للمحور الخامس محور وين حيروح؟ ما في حدا بيبعث هذا الفاكس القانوني عشان يصعد مشكله الا في ايده عقد باختصار. يعني ميسي مش حيقولوا له يلا روح الله معك يقعد يقول ما فيش حدا جابني بتكون يعني مستحيل ميسي مش من هذا الغباء، فريقه مش من هذه السذاجه. انا اعتقد ميسي خلص عقد خلص عقد مع حد. مين هذا الحد؟ ايه مش انتر. لانه لو انتر ما اجتمع امبارح كونتي وزانج اربع خمس ساعات عشان يضل كونتي مش انتر هذا اولا يعني مش انتر لانه معناها العقد مش مع انتر العقد مع اتجاهين مانشستر سيتي او باريس سان منطقيا الان بنتكلم انا انا شخصيا بشوف افضل وجهه يروح عليها ميسي بايرن ميونخ وحكيت ذلك بايرن ميونخ نادي برستيج علامته التجاريه اديداس اشتراك يعني علامات تجاريه رهيبه بنفس الوقت فريق شعبيته هائله، بطل اوروبا، بتروح ميسي مع عليك ضغوط، بتلعب سنه سنتين وبتختم بنادي عريق تاريخي ارثه كبير كثير وعلامته قميصه شيء تاريخي. انا بستبعد ذلك يصير بس انا شايف انه احسن جهه لميسي ميسي هو بايرن ميونخ. بس لو مش بايرن ميونخ هي تبدو الامور بين السيتي وباريس سان جيرمان. وتبدو اكثر للسيتي لان زي ما بتبين التسريبات انه مانشستر سيتي وجوارديولا كانوا على تواصل، مانشستر سيتي في بيئه اسبانيه تعاملت مع ميسي من اداره وجوارديولا اعتقد جوارديولا بده ميسي وميسي بده جوارديولا فربما هي الاقرب، سان جيرمان ربما يفكر بذلك لكن لو فكر بذلك معناها لازم يستغني عن واحد من الثلاث الهجومي منطقيا، ايكاردي صعب لانه اشتروه هلا امبابي ونيمار، يعني في ثلاث لعيبه واحد منهم لازم يترك إيه ما اعتقد هذا الشيء مطروح كثير فبالتالي سيتي رقم واحد ربما سان جيرمان رقم اثنين انتر اذا تحرك الان بشكل مفاجئ واعطى عقد سريع ثالثا وما بستبعد اليوفي يلعب لعبه ماليه، لعبه ماليه بحته. يعني يوفي ورونالدو وميسي ورونالدو مع بعض وديبالا اذا ضل معهم ثلاثه ما بيدافعوش يعني الفريق كل مباراه ممكن يصير زي الجلاكتيكس القديم. لكن نتيجه هذا الجلاكتيكس ممكن يكون اكبر شعبيه نادي في العالم. فممكن إذا بتفكر بهذا الشكل المالي المش رياضي، طبعا رغم انه ميسي فرق رياضي لكل حد، لكن بتكلم بمنطق انه ثلاث لعيبه حيكونوا دائما فوق الكره في حالة الدفاعيه، حيكون صعب جدا جدا اي مدرب يخلق هذا التوازن، فيفكروا بالجانب المالي وبعدين يحكوا للمدرب حل مشكلتك لحالك، هي جبنا لك هدول دبر حالك، بس لا انا بستبعد، مان يونايتد ايضا بستبعد، يعني المشروع كله شباب شباب شباب، تروح تجيب ميسي، ربما تكون زي فكره كانتونا في الماضي، لاعب اكبر من الموجودين عمرا بس اسطوره يخلق بس كمان مان يونايتد راح يعرف سعر ميسي قديش ويشوف ويفكر وين بده يحط ميسي بالفريق بالخطه دور ميسي في كره القدم في برشلونه صعب تشوف مدرب اخر بيقدر يستوعبه غير جوارديولا اللي هو الدور المتحرر اكثر من اللازم الانديه الثانيه مرتبه اكثر منظمه اكثر ف يعني حتى الارجنتين ما عرفت تستخدم هذا الدور بشكل جيد فبضلني احكي كل المؤشرات بتقول مانشستر سيتي هارد لك لجمهور برشلونه لو رحل ليونيل ميسي بالنهايه واشتركوا بقناه سيف سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله